التي تتضاعف فيها أجور الصلوات، فالمسجد الحرام بمئة ألف صلاة ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام بألف صلاة، والصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه. هذا الحديث رواه الإمام أحمد، ورواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنه. فجابر رضي الله عنه صحابي جليل له أحاديث كثيرة رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها هذا الحديث، فيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا، يقصد به مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة النبوية، فإن له فضل وله مكانة، والصلاة فيه لها فضل زائد عن الصلاة في غيره من المساجد. ويخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الفضل بأن الصلاة في مسجده تعدل صلاة العبد في غير مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف صلاة ثم قال: إلا المسجد الحرام، والمقصود به هذا المسجد الذي نحن فيه الآن، فهذا هو المسجد الحرام. قال: إلا المسجد الحرام، وصلاة أي خارج عن ذلك الفضل الذي هو فضل الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة في كل المساجد إلا المسجد الحرام، فإن فضل الصلاة فيه أعظم أجراً وأكثر فضلاً من الصلاة في المسجد النبوي. فقال عليه الصلاة والسلام: وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه، أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه. فإذا هذا الفضل المضاعف الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في هذين المسجدين، وكما تبين لنا أن المسجد الأقصى الصلاة فيه بخمسمائة صلاة. فإذا هذه المساجد الثلاثة المفضلة التي تتضاعف فيها أجور الصلوات، فالمسجد الحرام بمئة ألف صلاة ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام بألف صلاة، والصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة فإذا هذا الفضل الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن العبادة في هذا المسجد الحرام